يحكم قرارنا بالانفصال. أحمد العودي يحسم الجدل حول عودته إلى ياسمين عبد العزيز. أصدر الفنان أحمد العوضي أول توضيح حول حقيقة عودته وياسمين عبد العزيز إلى الحياة الزوجية عقب تصريحاتها الأخيرة لبرنامج صاحبة السعادة، وأشار في بيان صحفي إلى أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب وإنما انتهاء النصيب، وأشار إلى أن عودته إلى ياسمين أو استمرار الانفصال أمر معلق بالمشيئة الإلهية. وأضاف أحمد العوضي في البيان الصحفي: كل الامتنان لياسمين، أجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أري منها لا كل طيب وخير، وكانت خير حبيبي وزوجي. وواصل أحمد العوضي: وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وأنتوا إخواتنا، إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لنا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا. وإجابه للسؤال: كل واحد منكم بيحب تاني مبترح عشليه، فإجابتي هي السؤال نفسه: لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا، ولكن كما قلت فهي أمور خاص جدا جدا. أحمد العوضي يرد على المطالبين بعودته إلى ياسمين. وتابع أحمد العوضي محدثا المطالبين بعودته إلى ياسمين قائلا: عهدنا بكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال. أنا مقدر كل مشاعر إخوات لحب حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال، فهو نصيب. ولو إحنا قدمنا لكم نموذج طيب في الحب فإحنا برد قدمنا ليكم نموذج طيب في خلاق النهايات، إعمالا لقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميلة والأيام الحلوة على مستوى الصداقة أو العمل. ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أول بذكر الفضل وقت الانفصال. واختتم العوضي قائلا: وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير، وإن دل فهو يدل على طيب نصلكم وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل لي فيه الخير. وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي.